موضوع حلقة النهاردة مهم جدا لكل ست. بنتكلم عن خيانة الراجل. ليه الراجل مش عنده إخلاص قد الست؟ وهل الراجل المخلص لازم تكون شخصيته ضعيفة؟ معلش يا فوزية، أنا آسف إن أنا قطعتك. ممكن تفسري لي أنا والسادة المشاهدين ما معنى كلمة إخلاص بالنسبة لك؟ ممكن أجاوب يا فوزية؟ آه طبعاً، اتفضلي. إخلاص يا أستاذ حمزة يعني الراجل لازم ما يخونش مراته، ودي له معنى كبير جدا ده جواها. ما شاء الله، معنى كبير جدا جواها ان الراجل ما يخونش مراته. ايه الجمال ده؟ للاسف كلمه الاخلاص موجوده طبعا عند الراجل، لكن عند الستات ما يفرقش معاها غير الخيانه بس. لكن الراجل طبعا بطبيعته مخلص، مخلص لبيته، مخلص لولاده، مخلص لمراته، حتى لو كان بيخونها. نعم، حتى لو كان ايه؟ بيخونها. مش هتفهميني طبعا، تفكيرك مش هيوصل لتفكيري. اضرب لكم مثل، لو راجل بيخون مراته زي انتوا ما بتقولوا، نزل مع عشيقته يتعشوا في اي مطعم، جاله تليفون ان مراته اللي هو بيخونها تعبانه وراحت المستشفى، هيسيب عشيقته فورا ويطير على مراته ويفضل جنبها. فهمتوا ولا لا؟ منتهى الإخلاص فعلا. عشيقته يا أستاذة فوزية. بس السؤال الأهم، هو ليه الراجل بيخون مراته؟ قول لنا حضرتك ليه؟ طبعا عشان عينه فارغة. ومين اللي خلى عينه فارغة؟ مين اللي فضله عينيه من الجمال؟ ها؟ يا ست، ده أي راجل بيشوف أي نجمة، مثلا نانسي عجرم، بيقول إيه الجمال ده؟ والغريب إن مراته تبقى قاعدة جنبه هي كمان بتقول إيه الجمال ده. ما فكرتش هي بقى تعمل أي حاجة تخليها تحاول لما يشوفها يقول إيه الجمال ده؟ ها؟ علشان كده أي مرة منكم انتوا الاتنين فاكرة إنها مرة، أحب أطمنها هي مش مرة بالمرة. لا 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 لا، هتموتني يا حمزة. يا نهار اسود يا نهار اسود. هنا واخدة بالك يا دكتورة؟ المرة هي اللي تفكر ازاي ترضي جوزها، ازاي تبسطه، ازاي تخليه كده مستمتع. وعلى فكرة كلمة مرة والله العظيم ما هي شتيمة، عشان تبصولي انتوا الاتنين كده. والله، بس المصريين بقى من ضمن عيوبهم الكتير انهم لما بيسمعوا حاجة متعارف عليها بيعملوها على طول من غير ما يفكروا. واديكم مثال، احنا الشعب الوحيد العربي اللي بيكسر اللغة العربية. يعني كلمة كوب بتبقى كوباية، كلمة ملعقة تبقى معلقة، كلمة مرأة تبقى مرة. في دول عربية كتير جدا بتقول كلمة مرة ديت عادي، مثلا في لبنان، في سوريا، ستات ورجالة بيقولوا كلمة مرة وبتعدي. الأكتر من كده بقى إن لما واحد في الدول الشقيقة دي العربية بيقول كلمة ديت، أو مثلا بيوصف ست على سنجة 10 بيقول مرة، إنما إيه؟ مش زي أي مرة. والله. أرجع بقى لأصحابنا المصريين، اللي ممكن واحد يهزر مع واحدة ويضحك على حاجة قالتها مثلا ويقول لها يا راجل، وبحكم إن أصحابه كلهم رجالة بيكون رد الست إيه؟ ولا حاجة، وممكن تكمل كلام عادي. يعني الست ما تزعلش لما يتقال لها يا راجل، تزعل لما توصف بأنها مرة. أما أمر المصريات دول غريب قوي. لو في واحدة عاقلة بقى فكرت كده شوية وقالت طب ما صحيح، ايه الكلام الفاضي ده؟ كلمة مرة دي عادي، ما أنا مرة. لكن ازاي؟ هما شايفين الكلمة دي وسخة، إن هما مش مرة. أمال أنتوا إيه؟
برافو عليك يا حمزه. والله انتوا ايه؟ مش مره؟ البت ايه هتتسجن بسبب الراجل ده؟ المهم انه عنده كاريزما رهيبه يخليكي تتقبلي منه الالفاظ دي عادي جدا، ولو سمعتيها من حد تاني غيره تتقرفي. بجد كلامك صح. طب يا عماد بص، الارضيات هتتعمل رخام يعني هتتعمل رخام، اوكي؟ سلام يا عماد. هنعرف اللي يخطب يكون مبسوط وفرحان، بس حضرتك على طول خناق ليه؟ نصيبي كده، علشان مخطوبه لواحد نكدي ومقرف. يعني المشكله دي كلها علشان ارضيات رخام واوضه؟ اه، انا عايزه اغير الارضيات رخام. ايه المشكله؟ المشكله انه ممكن يكون معهوش فلوس، ولو معاه ممكن يكون محتاجها في حاجه تانيه. وبعدين ايه قصه اوضه امه دي؟ ياما مشيت امه من البيت كله ومش قادره تسيب لها اوضه. اوضه ليه كده يا جان؟ بجد مشاكلك تافهه هتشلي مني جنب. انا مش تافهه على فكره، بقول مشاكلك مش انتي. انا مش عايزه اعيش مع حماتي في بيت واحد، وحكايه اوضتها اللي هي حطها لي مسمار جحا دي انا مش قبلها. مش كل شويه ماما جايه اهلا وسهلا، ما هي اوضتها موجوده تنور. انا حره في بيتي، انا مش غلط. سيبي يا جان، سيبي عماد احسن عشان ما تظلميش نفسك وتظلميه معاكي. يعني ايه؟ يعني انت ما بتحبيش عماد؟ انت مين قال لك كده؟ كلامك كله معناه كده. شوفي، مع اختلافي الشديد مع هزيل في طريقتها مع سيف الا انها بتحب، وهو كمان بيحبها، ويمكن عشان كده هي مستحمله كل ده. نو انا بحب سيف بجد، لكن من كتر المشاكل اللي بينا ابتديت ازهق من الحب. نكد قوي. عموما موضوعك مختلف عن موضوع جين. انت لازم تواجهي نفسك. عماد كويس وانا مش هسيب. براحتك يا جان، بس حاولي تفهمي، لان بصراحه مشاكلكم كترت قوي. اوكي انا ماشيه. ايه ده، انت اتقمصتي؟ انا قرفانه وانتوا قرفتوني زياده. سلام. الصراحه عندك حق. هي دي زعلت؟ لا، دي ما عندهاش دم ومش هتسيب عماد. لا مش هتسيب. لما تتجوز هتحصل معاها شويه مشاكل بس هتسيطر عليه. يا جماعه جان مسيحيه. لا يا شيخ، لا يا شيخ، جان مسيحيه. يا نهار اسود، جديده دي. بس بقى يا هدير بقى بطلي تهريج. انا قصدي يعني ان جوازهم ما فيهوش هزار. وبعدين الغريب انها شايفه كل المشاكل ما بين اخوها ومراته وبرضه مكمله. الولد كويس وبيحبها، والله ممكن يكون احسن منها كمان. لا مش للدرجه دي يا ساره، ما تبقيش اوفر. البنت حلوه ومدوره كده وحلوه وشعمه. اه شعمه واموره. عارفه ايه مشكلتها؟ ابوها وامها عمالين ينفخوا فيها. اما البنت خلاص هتنفجر. بصي انا حبت معاك يا قمر، قلت لبابا. ايه؟ طب انا حبت معاكي النهارده. خلاص نبات احنا الاثنين. لا انت ولا هي. ليه؟ انا هروح ابات في بيت اهلي. خلاص روحي واحنا نبات. طب انا قلت وحشتني، ماليش دعوه باللي انتوا هتعملوه. براحتكم. نبات انا وانتي لوحدينا؟ اه. نقلتهم ميا؟ لا طبعا، لسه عريسه يا قمر. البيت دي شمال. او لسه امها تقول لي عريسه وعريسه. طب يلا يا ساره كلنا شمال. اتاخرتي على بابا. يلا يا ساره عايزين. انا مش عارفه يا ساره، ما بشبعش من قعد معاكم شويه. يلا ما تلعبش. عشان الواد فتحي ما يقعدش يتريق ويقول لك ريحته مش كويسه وبتاع. بس انت كنت عالي قوي يا استاذ النهارده. بسم الله ما شاء الله عليك، ما بترحمش. زيري بيو في ماي، زيري بيو في فوزيه. انا كنت مبسوط قوي يا استاذ. حمزه البسيوني جامد قوي قوي. الحلقه عجبتك؟ طبعا معليك. انا كمان كنت مبسوط قوي. ايه اللي انت عملته ده يا استاذ؟ انا استاذه؟ قوم انت من هنا، قوم قوم. ممكن افهم ايه اللي انت عملته ده؟ عملت ايه؟ ايه كمية الألفاظ الخارجة دي؟ كام مرة قلت كلمة مرة في الحلقة؟ أنا وضحت وشرحت. حرام عليك. ليه أنت عايز تقفل البرنامج من تاني يوم؟ ما تقول له حاجة يا زين. عندك حق يا أستاذة، والله قلت له. زين. عندك حق يا أستاذ.
أستاذة آية ده أسلوبي ومش هغيره، واللي ما بيفهمش وبهيم ما يتفرجش. مفيش فايدة، مهما قلت وعد مفيش فايدة. مفيش فايدة. زين، في فايدة، وفايدة كبيرة قوي كمان. ما تشيليش هم، أنا متحمل المسؤولية. أنت عارف إن أنت لو مشيت أنا كمان همشي؟ يبقى ما تقلقيش. لا أقلق. ليه قاعدة طول الوقت محروق دمي في الحلقة؟ ليه قاعدة على أعصابي؟ ده شريف. اتفضلي يا ولد. ربنا يستر، ربنا يستر. أيوة يا شريف. والله؟ طب تمام. ماشي أوكي. باي يا شريف. شفتي بقى؟ مش قلتلك ما تقلقيش؟ انتش عارفك هو قال لي ايه اصلا؟ شكر في الحلقة وحمدي كلمه برضو، ده مش معناه انك تتمادى. ما تقول حاجة يا زين. طبعا، هو الكم مرة اللي معاه دول في البرنامج، المرة ماهي والمرة فوزية، ذنبهم ايه؟ ذنبهم ايه دول؟ يا لهوي. طيب يا راجل، امال ايه زربو ماهي زربو فوزية يا واطي؟ على فكرة أخ زين، أنت شغال معايا مش مع آية. اتلم. طيب أنا همشي. رايحة فين؟ ماشية. لا، تجيبي فتحي وتعالي عشان عايزكم في مشوار مهم. مشوار إيه؟ رايحين فين؟ أنا عازمكم على العشاء في الجراند. جراند هوتيل؟ آه طبعًا. بس اللي عنيه. آه طبعًا. ممكن ما تلغيش كتير وتجيبي فتحي وتيجي؟ افكر، يمكن ابقى عايزه اروح ويمكن ما يبانش نفس. تفكري. انا غلطان، كنت عاوز اكسب فيكي ثواب واكلك لقمه نظيفه. اسمحيلي انام جنبك قبل ما امك تصحى. اتفضل يا بابا. انا عمري ما كنت مبسوط قد دلوقتي. انت ايه اللي صحاك يا ست انتي؟ شفتي يا سارة قد ايه ابوكي مؤثر في نوم امك؟ مش قوي كده، كنت فاكراك وقعت في الحمام. وقعت؟ طب خلاص، ما تبوظيش اللحظة الجميلة دي اللي بنتنا نايمة فيها. اوتيل فايف ستار واثنين ليمون وشمع دانات، وهتعشينا احلى عشوة على النيل. انا ما كذبتش عليك، احنا في الجراند فعلا. استاذ حمزه، هو حضرتك تعرف الجراند ده منين؟ انت اللي تعرفه منين يا توح؟ انا اللي اعرفه منين؟ ده انا اسبوعيا عند زوز وباكل احلى سندوتشين كبده وسجق، وبتحنكشني وبتحسسني على الاخر. الله الله، شكلي هحترمك يا توح.
حبيبي بس حبسة. عربية السنكويتشات اللي هنتعشى فيها. تريقي دي أحلى كبدة وسجقتك ليها على فكرة. زوز يا أهلا يا أهلا وسهلا بنجم النجوم أستاذ حمزة البسيوني ملك التلفزيون. يا أهلا وسهلا يا أهلا بيكو نبيلة زهرة. فضحتيني يا ولية. فضحتك ده إيه؟ ما انت بتظهر على الفضائيات والنعسات والاوروبي. فاكر الاوروبي؟ اتفضلوا اتفضلوا. تخيلوا انا لما اظهر في الاوروبي بالسن. يا اهلا وسهلا نورتونا. ازيك يا زوز؟ الحمد لله. ازيك يا مضروبه؟ مضروبه انا؟ اه فرحانه بيك. اه يعني ارد ليه؟ ميرسي. ميرسي يا زوزو قوي. العفو يا حبيبتي. تيحه ازيك يا تيحه؟ ازيك انت يا زوز؟ لو انت تعرف النجم بتاعنا؟ اه طبعا. فتحي شغال معايا يا زوزو. وماله الشغل مش عيب؟ زين. يا نهار السوح وشك مصفر كده ليه؟ بقى عامل زي اللقمه البايته. انت ما بتاكلش ولا ايه؟ ايوه زوزو بصراحه الاستاذ مشردني ومجوعني. انا يمكن مشردك ده حقيقي انت ما كذبتش بس انا مجوعك يا واطي. امال اكل المطبخ بتاعي كله بيروح فين؟ القطه بتاكله ولا البرنامج؟ ده كل الاكل كله بتاع مختار يا ابن اللذينه. هو انت اللي اكلت الاكل ده كله؟ ده القناه قلبت اليوم ده بسبب زين. ايه يا عم ده كل الحكايه لقمتين كلناهم فيه ايه؟ لقمتين؟ ده انت مسحت الاطباق كلها. الله انت هتبص لي في لقمتي. ها انزل بالطعم الاول يا استاذ. انزل يا زوز. اما انا بقى عامله لكم مفاجاه حاجه كده ما تحلموش بيها. ده غير الجراند؟ ده جراند سبيشال. بس الجراند ده تحفه يا زوزو. لا اوعى بقى اوعى ده ما اقولكش عليه. ده حاجة ما حصلتش سبيشال سبيشال يعني. وده ايه ده بقى؟ حلاوة وعسل نحل وقشطة يا قشطة. الله طب ما الجراند كده. لا ده بقى بيزيد عليه قطعة بسبوسة بتبقى دمار. حتة بسبوسة على الليلة دي؟ يلا بينا. يا ما تقوليش يا حيوانة. دوقي الأول وبعدين قولي رأيك. والنبي بس كلي وانت هتدعي لي. هتاكلي أحلى كبدة وسجق في مصر. لا بس انا ما باكلش كبده بره البيت. يا استاذ حمزه ايه من مصر الجديده؟ طب وايه يعني من مصر الجديده؟ طب انا من الزمالك. شوفي الاكل اللي هتاكليه هنا انضف من اي اكل كلتيه في احسن اوتيل. هو الاكل بالعافيه؟ ايوه بالعافيه. اتعودي تدوقي الاول بعدين تبقي تطولي لسانك. منور يا نجم. ده نورك يا حيوان. واد يا مونشي تعالى شيلك بقى ياض. حاضر. ازيك يا مونتي؟ ازيك يا استاذ منورنا والله. نورك يا حبيبي يا حيوان. ده انت طلع مشهور قوي. اه طبعا. طب بقول لك ايه؟ قرب شويه انا بجد في موضوع كده كنت عايز اكلمك فيه بالنسبه للبرنامج. حاسه ان في حد في الكروع عندنا بينقل اخبارنا واجتماعاتنا والافكار اللي احنا بنقدمها. فعلا؟ بيننا اه طبعا لهشام عبد الحميد. ولا انت ايه رايك؟ فعلا؟ صدقني انت بتقولي كلام فارغ؟ والله؟ اه والله. ممكن اللي بتقولي عليه دوت يبقى توارد افكار خواطر. وبعدين اللي عاوز يسرق يسرق. احنا طلعنا بالبرنامج خلاص يا عبيط. بقول لك ايه؟ احنا مش عاوزين نتكلم النهارده غير على حلاوه الكبده والسجق اونلي. ولا ايه يا توح؟ ها؟ ايه؟ اه الكبده هنا تبقى قبل السجق، يعني تاكل كبده وبعد كده تاكل السجق. السلام عليكم. وعليكم السلام. فطار كيف؟ بقول لك يا سيدي الناس انا ممكن اخد معاك صوره؟ صوره واحده بس. لا انا ما بصورش مع حد الصبح. ابعد. انا مفيش حد بيقرب كده بكلم حد. ابعد. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت مستقل بيا ولا ايه يا عم الحاج؟ ده انا حتى معايا موبايل بكاميرا. بقول لك ايه يا شبح؟ مش الباشا قال لك ما بتصورش؟ يبقى ما بتصورش. وشايفنا قاعدين بناكل يعني خلي عندك ذوق. وقتك خلص. جاري يا برنس وانت ليك فيه؟ ليا فيه. اه ليا فيه. مش هنبقى اتنين بالك كده مدفوع معانا حريم ما تظبط نفسك عشان ما اظبطكش. طب خلاص يا عم ما تزق. لا زق بالك يلا ما تظبط نفسك يلا كده بقى. قضيت على نفسك ورميت نفسك في التهلوكه. يا فتحي ما ينفعش ده. يا فتحي ما ينفعش كده. استني انت يا هاي اقعدي اسكت. ايه اللي فيه؟ ايه ما تشوفه يا جماعه؟ خلاص لحيه ارفع عليك سلاح وصبات الكاميرا ولا بقى كمان. ولا انت خبت قوي يلا زين اظبط يلا بقى اظبطك يلا. سيب لي الطلعه دي يا فتحي. ايه يا انت ما سمعتش عن تعليم زين ولا ايه يا واد؟ التعليم بقى مفتوح يا عمه. مفتوح يا عدل يلا. بقول لك ايه يا عم ما تفسر ايه يا عم الطلعه دي يا فتحي. عايله ايه الادب؟ يلا يا زين. فين يا واد؟
شلتك نقاسه بتاعت الرز يا عزيزه. عزيزه فينك حنين الادب؟ في ايه؟ بص بقى، روح قول لامك ان عزيزه ادتك قلمين عشان عملت شويه عوق في المنطقه مع الناس الكبار بتوعي. اتنبي ايدك عليا يا عزيزه. وعلى امك لو حكم. طب ايه رايك انا مش هرد عليكي؟ مش عشان انت ست كبيره. ايه اللي هداك ورا قلتك يا بعيد؟ عشان خاطر انت يا عزيزه. يا لهوي. وكل الحوار ده كله عشان خاطر صوره كنت عايز اخدها مع الباشا. ما قالك ما بتصورش مع حد. كان ولا بود تصور معايا انا. عشان الموبايل بتاع. اوه. مش عايز اتصور انا. والله بالعافيه. وري دي الصورة لأمك يا روح أمك. يلا إيه ده يا جدعان؟ دي حارة لمت. ده فين أيام ما كانت كلها فلل؟ فلل؟ فين؟ هنا بس أنت اللي كنت صغير ما وقعتش. أيوة يا حبيبي. طيب أنت هتبقى أحسن دلوقتي. لا أنت كنت صغير ما توقعش. استغفر الله العظيم يا رب. بس أنت طلعت تمام يا معلم. أنا كنت فاكرك من العيال السكيميكي. لا السكيميكي إيه؟ ده طلع بالقرود يتخاف منه. اه بس انت ازاي كده؟ ده انا ما عرفتكش خالص قبل ما فتحت بقك وقلت الكلام الغريب اللي انت قلته ده. انت كده شفتي فتح الصايع شويه. فتح الصايع شويه؟ هو لسه في اكتر من كده؟ اه طبعا. في فتح البرشنجي وفتح الميكانيكي فتح ابن الناس. بعون الله اقعد مع اي حد اقدر اتقمص شخصيته. طب تتقمصني؟ لا يا استاذ حمزه حضرتك بتحرجني. وعلى العموم يعني انا اقدر اقوم بالبرنامج ده من غير شويه النسوان العوجر دول. يا واطي. يا ابن اللذينة. فتحي كان ينفعك ايام الشقاوة يا زين. ايوه يا استاذ. اللي انت طفحتي كام ساندوتش لغايه دلوقتي كبده؟ انت هتزيد علينا لقمه؟ حاجه غريبه جدا. بعدين كبده حلوه قوي. تسلم ايديك يا زوزو. الف انا وشيف على قلبك. تحفه. والله وجعتي بقي. يا انا مش قادر اكمل. انت خلصت اصلا؟ انت اكلت كام سندوتش؟ بقول لك ايه يا زوزو بقى. فين الجراند سبيشال اللي انت بتقولنا عليه بالبسبوسه ده؟ عينيا حبيبتي. خد يا مونتي. ها سبع سبيشال هنا. حاضر يا معلم. بقول لك. شاي يا ابني. ماشي يا باشا. في بيت الفلفل ولعني بقي، مش عارفه اتكلم. بس حلو. الهنا والشفا. شكرا يا حيوان. عفوا. عفوا كل الناس عنده حيوان. ايه ده؟ استاذه ايه؟ مساء الخير يا استاذه ايه؟ مش عارفاني يا استاذه ايه ولا ايه؟ في حريقه ورايا. تعال كده شوف. ما تخافش يا استاذه او كده، انا عارف ان الجاكيت لسه جديد. استاذه ايه انت ما قلتلوش عني ولا ايه يا استاذه؟ مين القنف ده؟ يا استاذ انت ما تعرفنيش؟ انا اسف. يا نهار اسود. موحى مخرج الروايه يا استاذ، ده انا اكبر مخرج كليتات في مصر كلها يا استاذ. انت ما تتفرجش على التلفزيون ولا ايه؟ مخرج ايه؟ كليتات يا استاذ. لا ازاي؟ ده عارف مخرج ده. حتى لابس واحد منهم انا. حلو يا استاذ والله العظيم، انت ظريف قوي. ميرسي. انت عارف يا استاذ انا معايا اكتشاف النهارده هكسر بيه الدنيا. لن اتخلى عنه ابدا حتى الموت. الواد ده صوته يا استاذ صوته غريب، غريب جدا. سيد حموكشة، سيد البرديشي، سيد الخرتيشي. اسمك يا ابني محمود حنبله. محمود حنبله ابو رجل عامله زي القله. والنبي يا استاذ اسمع، غني اهو، غني غني يلا تحفهم. انت قايل لي اغنيه دمرت ام جوه، قولها لهم. نفسي نفسي. خلاص حبيبي. نفسي يا دنيا. يا استاذ هو نفسي عايز نفسي. بعدين هات كرشي. نفسي في سجق مش في كبده يا استاذ. الواد ده بقى يا استاذ نفسي. انا بنزل مناطق نائيه زي دي اقعد ادور على البذور المطربين اللي زي دول، اخدهم بقى انا عندي افرخهم واكبرهم واعملهم نجوم يكسروا الدنيا كلها. الواد ده اتفرج عليه في ظرف بتاع 25 سنة وربنا هيغير مسار الأغنية في تاريخ الكرة المصرية. وعلى فكرة بقى يا أستاذ الواد ده خامة حلوة، ما تديلهم واحدة غير نفسي دي حاجة تانية. أنا أيوة تعالي كده هيرجع. أنا كلت الكبدة. خد تاني يا حبيبي. وأنا نايم. الله عليك يا حنبلة عالمي.
عمال اكل الكبده ونايم مزيكم بتاكلوها وانتوا صاحيين. ده كوميدي. الاكتشاف ده ابعد الاكتشاف ده. اوف يا اكتشاف. انا مش معاك ولا ايه؟ لف يا بنت كده يا بنت وري الناس الاكتشافات دي. يا مزيكا ما تشغلنا حاجه على الاكتشاف ده، خلينا نكتشفه. في ايه؟ احنا جايين ناكل مش جايين نرقص. اخشى على ايه يا عم الجو اللي انت عايش فيه ده؟ بقول لك اكتشاف، واكتشاف رخيص تقول لي اخشع وما تخشعش. سمعني حبيب قلبي. سمع يا عم. زغلول. استاذ خلي الواد ده يسمعنا حاجه للاستاذ فتحي اللوندي واغنيه من الكتاب بتوعه اللي لسه ما نزلتش. سمعنا بقى حبيبي حاجه عشان احنا كده بايظين خالص. سمعنا. الله. انا ايوه كنت هنا. ايوه لما كنت هنا. لا خدوا على الخرابه بقى. هنا على الخرابه. على الخرابه زغلولوا وكملوا الحاجات دي. قول يا حبيبي عشان انا عايز انفرد بالاستاذ كده شويه. وكنت هناك. ايوه لما كنت هناك. ده عنده حبوب. ايوه مش موهوب بس. انا بقى يعني قلت له على تمرينات عشان اعماله الصوتيه عنده ارتخاءات كده. وقلت له على تمرينات الواد ده لو عملها الواد ده هيبقى عالمي. الواد ده هيعدي وربنا يكرمه. اقول لك على حاجه حلوه عشان الارتخاء ده. قول له يا استاذ. ياخد حبيتين جنين قمح مع عود كرفس يضربهم في الخلاط وعلى الريق على معده فاضيه. الارتخاء هيروح وهيبقى 100 100. بس موهوب. انا اعرف الخامه ودني موسيقيه. انت الله اكبر عليك. انا بص بس انا بقى عايزك تكون صريح مع حبيبك موحى عشان موحى هيوصلك لسلم الشهر ان شاء الله. بص احنا قاعدين بقالنا 3 ايام في القعده دي السودا دي وما خدتش منك معلومه. انت كنت بتشتغل ايه وسكتك ايه؟ بص بقى انا ارتحت لك وحبيتك وهفتح لك قلبي. انا اصلا من مطاريد الجبل واسمي في الاصل سبع الليل. كلب الليل؟ سبع الليل يا جدع في ايه؟ معلم سبع الليل مطرود من الجبل ازاي يعني؟ يعني ابوك طردك من البيت فقمت رحت استخبيت في الجبل ولا ايه؟ ابويا طردني ايه؟ بقول لك انا كنت من مطاريد الجبل كنت رايح فاكيشن. انا بقى هكتشفك واعمل لك كليت في الجبل وتكمل بقيه حياتك في الجبل وما تجيش البلد دي تاني. يعني هغني؟ انت وهنصحى كلنا من النوم بعد ما نغني. وانا عايزك دلوقتي بقى تسمعني حاجه حلوه كده. الاستاذ علي الحجار؟ يا عم علي الحفار ايه يا عم؟ بقول لك سمعني حاجه طرب، حاجه احس ان انا تلقائي مع نفسي واحاسيسي تتحرك ومشاعري عشان اعرف اعمل لك كليت في خيالي، اعرف اوصف لك اللي انا حاسس بيه. بقول لك علي الحجار يعني ابو الطرب، في ايه مالك؟ طرب ايه وكفت ايه يا عم؟ ابوس ايدك لو سمحت، انا محتاج منك دلوقتي. بص الزغروف ده بقاله ساعة ونص ما وليهاش الحتة الصغننة دي. قول لي حاجة بقى خليني أشعل، خليني أقول اللي جوايا. السيجارة الدايت دي هتوديك في داهية لعلمك. سمعك حاجة للأستاذ علي الحجار. ماشي يا عم. آخر ألبون. ألبون؟ ما اسموش ألبون يا عم. أنت إيه مالكش في الفن؟ ده أنت ال 28 حرف عندك ضايعين أصلاً، جاي هتتملت عليا. طب يلا سمع سمع. عدت يا يوم مولدي ترارارا، عدت يا أيها الشقي ترارارا،
عدت يا يوم مولدي. يا عم في انت فكرتني بيوم مولدي؟ انا مش مولد الاستاذ علي الحفار، انا اتولدت اصلي في ظروف ما يعلم بها ربنا. ليه؟ انا ابويا مات قبل ما اتولد بثلاث سنين. قعدت اقول لامي يا اما انا ابني مين يا اما؟ يا اما انا ابني مين يا اما؟ امي اصلا ماتت قبل ما اتولد كمان بسنه ونص، انا ما اعرفش انا ابني مين. خلني كمل 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 ومالكش دعوه، لما اندمج مالكش دعوه فيا. تصدق انا حبيتك لان طفولتك واضح ان هي شبه طفولتي. الطور على اشكالها تقع. بس في امل؟ بصراحه عشان ما اضحكش عليك وادمر مستقبلك، لان انا كم البتاع يضرب ولا ايه؟ انت الوش اللي ما يعلم بيه الا ربنا ده ما ينفعش يطلع ولا في تلفزيون ولا في كليبات، وانا بضيع وقت معاك بس مستني الظروف ده يخلص، وشكل امه مش هيخلص. ممكن تمثل وخلاص لحد ما يخلص. يلا انا اللي بعد بقول فيك ان انت راجل، انت بتفكرني بالاستاذ انور وجدي. انور مجدي؟ بص ما تجيبليش سيره انور مجدي، انا ليا رساله لوحدي، ما بمشيش في طريق تاني مع حد وما بقلتش حد. انا جوايا احاسيس ومشاعر اطلعها على الشاشه الصغيره والشاشه الكبيره والشاشه المتوسطه وحتى اي شاشه. ما تفكرنيش بالاستاذ انور مجدي عشان انا في مشاكل بيني وبينه. يعني هتكتشفني ولا ايه من الاخر يعني؟ انا ما بكشفش على حد. انا لو انت من جواك الجمهور هيصدقك وهتوصل بسرعه قوي للناس وقلوب البني ادمين. انا جات لي ارتعاش. بص انا ممكن دلوقتي اروح وممكن نتقابل بكره في نفس الميعاد دهون. ممكن هتيجي؟ هجي يا عم، انا منظر واحد ده اجيله تاني. بص شوف اقول لك على حاجه من الاخر، قول عشان تريح نفسك. انت ترجع الجبل تاني وما تجيش تعيش مع البني ادمين. انت ما تعيش الا مع الذئابه والكلابه والحشرات الوسخه الضاره، انما البني ادمين النظيفه دي انت ما تعيش فيها. أستاذ إيهاب؟ أيوة يا فندم. أنا هبة. أهلا وسهلا. بقية في حياتك؟ في حياتك الباقية. كنت عايزة أتكلم معاك في موضوع كده. طب حضرتك اتفضلي. اتفضلي. حضرتك تعرفي علياء؟ منين؟ ما هو ده الموضوع اللي كنت جايه لك علشان انا قابلت علياء في شرم في المعرض اللي كانت بتشتغل فيه، وعملت لي شغل خاص ليا. ايوه، عباره عن ايه يعني؟ فوتوسيشن كبير ليا ولشركتي. معلش بس الكاميرا بتاعت علياء مش موجوده دلوقتي، يعني انا مش هعرف اديك الصور. لا انا مش عايزه الصور، انا صور استلمتهم من علياء بس عايزه ادفع بقيه حسابهم. حسابهم؟ ما انا اديت علياء في شرم 5000 جنيه وجايه عشان ادفع الباقي. انا ما عنديش فكره عن الموضوع ده، بس اعتقد ان انا لقيت ظرف في الشنطه مكتوب عليه هبه وجواه فلوس، بس انا ما عديتهمش. 5000 جنيه. اتفضل. ايوه ده ايه حضرتك؟ ده بقيه الحساب 25000 جنيه. 25000 جنيه؟ ده حضرتك تاخديه تاني. اتفضلي. ليه بس كده يا استاذ ايهاب؟ لان عليا استحاله تطلب المبلغ ده في فوتو سيشن.
خدي فلوسك يا استاذه هبه لو سمحتي. وانا مالي هي بتاخد كام؟ انا ليا دعوه باللي اتفقت معاها عليه، 30,000 جنيه، اربعه ليا والباقي للمنتجات اللي عندي. خدي فلوسك، انا مش عايز فلوس من حد. مش خدي فلوسك، خدي فلوسك واطلعي بره. الله، خدي فلوسك، اتفضلي اطلعي بره. خلاص اوكي اوكي.